بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه الطيبين المباركين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، أنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. نسأل الله العظيم رب العرش العظيم بأسمائه الحسنى وصفاته العلى باسم الأعظم الذي إذا دعي به أجابني، فقهنا وإياكم في الدين ويعلمنا التأويل وتقبل منا ومنكم صالح الأعمال إنه ولي ذلك والقادر عليه. دخلنا لباب الصبر من كتاب رياض الصالحين وهذا من فضل الله عز وجل، والصبر تكلمنا عليه في الأسبوع الماضي، وذكرنا أن الصبر هو أن يحبس الإنسان نفسه عن المعاصي ويحبس الإنسان نفسه عن الجزع وعن السخط والتسخط والتشكي. ثم ذكرنا أن الصبر تكون على الطاعة، والصبر تكون عن المعصية، والصبر تكون على أقدار الله المؤلمة. الإنسان اللي بغي يطيع الله عز وجل لا بد يكون عنده الصبر، والإنسان اللي بغي يترك المعصية لا بد يكون عنده الصبر، والإنسان اللي تبتلى بلاء كيف ما كان في الصحة ولا في المال ولا في الأولاد ولا في أي حاجة لا بد من الصبر. الصبر الإنسان يحتاج في كل الأحوال، يحتاج الإنسان إلى في كل الأحوال الإنسان يحتاج إلى الصبر وإلى مصابرة. الآية في ذلك كثيرة جدا، استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين، استعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين. إذا يقول الإمام النووي رحمه الله: وعن أبي مالك الحارث بن عاصم الأشعري رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: الطهور شطر الإيمان، الطهور شطر الإيمان، والحمد لله تملأ الميزان، وسبحان الله والحمد لله تملأان أو تملأ ما بين السماوات والأرض، والصلاة نور، والصدقة برهان، والصبر الصبر موضوع ديالنا، والصبر ضياء، والقرآن حجة لك أو عليك، كل الناس يغدو فبائع نفسه فمعتقها أو موبقها. رواه مسلم، الحديث رواه الإمام مسلم في صحيحه. إذا ذكرنا ما يتعلق بالصبر في الدرس السابق، وهنا هذا الحديث تكلم فيه على الصبر، تكلم فيه رحمه الله عن الصبر، والشاهد هو قوله والصبر ضياء. لكن شرح الحديث قال صلى الله عليه وسلم: الطهور شطر الإيمان، أي سواء الطهارة الحسية ولا الطهارة المعنوية هذه داخلة في الإيمان، لأن الطهارة كان فيها اللي هو حسي وكان اللي فيها معنوي. الطهارة المعنوية هي تنقية النفس وتنقية الروح من المعاصي والذنوب والحقد والحسد، وأخطر شيء هو الشرك والفسق والبدعة والمعصية، هذه الطهارة المعنوية. وهكذا غادي نفهموا قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم لأبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه، قال له: المؤمن لا ينجس. علاش ذكر هذا الحديث؟ كاين نقاش بين الفقهاء، فقول الله عز وجل: إنما المشركون نجس، إنما المشركون نجس. اختلف الفقهاء هل نجاستهم نجاسة حسية ولا نجاسة معنوية؟ يعني الكفر إلى قسناه ولا قسنا، واش قسنا النجاسة ولا نجاسة الكافر هي نجاسة معنوية ماشي حسية؟ الفقهاء اختلفوا في ذلك، فاللي قالوا أن نجاسة الكافر هي حسية حرموا دخول الكافر للمسجد. هناك من الفقهاء من يحرمون على الكافر دخول المسجد، وكيستدلوا بهذه الآية في سورة التوبة، يستدلون بهذا في سورة التوبة. طيب، وأيضا من العلماء من قالوا
أن النجاسة هي معنوية، والدليل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم أسر ثمامة بن أثال وكان مشركا في المسجد. ثمامة بن أثال هذا كان مشرك من بني حنيفة من نجد، وكان يشدوه الصحابة، كان غادي للعمرة ولكن كان مشرك، وأهل نجد كانوا قتلوا في المسلمين ما قتلوا، كانوا داروا جرائم في المسلمين، قتلوا القراء في واحد المجزرة ديال بئر ماعونة، قتلوا الصحابة وداروا الفعايل. فبالتالي كانت بينهم وبين النبي صلى الله عليه وسلم حروب، فقدر الله أن ثمامة بن أثل وكان من اليمامة، اليمامة هي الرياض دابا منطقة العاصمة الرياض نجد، شدوه كان غادي فين؟ غادي للعمرة، ولكن العمرة على الشرك، كان العرب يعتمرون ويحجون ولكن على طريقتهم الشركية. فلما شدوه الصحابة جابوه للمسجد، مشاو كتفوه في واحد السارية من سرايا أو سواري المسجد. فالنبي صلى الله عليه وسلم تيفيق الصباح تيدوز عندو تيقول له ما عندك يا ثمامة؟ أشنو عندك؟ تيقول له إن تقتل تقتل ذا دم، إلا قتلتني راه قتلت شي واحد اللي كاين اللي غادي يطلب الدم ديالو، يعني راه ورايا القبيلة غدافع عليا، إن تقتل تقتل ذا دم. ثم قال وإن تطلب مالا فسلتعطى، بغيتي الفلوس كاين الفلوس، وإن تعفو تعفو عن شاكر أو كما قال، إلا عفيتي هذا مزيان. ثم تيخليه النهار الأول النهار الثاني النهار الثالث تقريبا أيام، هو تيقول له ما عندك يا ثمامة. ثم واحد النهار النبي صلى الله عليه وسلم قال لهم أطلقوا ثمامة، صافي أطلقوه. فخرج ثمامة من المسجد ثم اتجه إلى واحد الجدول واحد الماء، ثم اغتسل، ثم عاد إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال قلت ما كان وجه أبغض إلي من وجهك يا محمد صلى الله عليه وسلم، والآن وجهك أحب الوجوه إلى قلبي. شهد هو الأول بعد قال أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. رفض أنه يسلم هو في الأسر، باش ما يقولوش راه سلم بالخوف وبالخلعة، حتى وكان تلقوه عاد على الإسلام ديالو. ما كاينش شي بلاد قال لك أبغض إلي من المدينة وهي الآن أحب البلاد إلى قلبي، وما كاينش شي دين من الأديان أبغض إلي من الدين ديالك، والآن الدين ديالك هو أحب الأديان إلى قلبي، أو كما قال ثمامة بن أثال وقد أمسكني رجالك وأصحابك وأنا يعني قاصد من العمرة ناوي العمرة فأمرني بما شئت. فالنبي صلى الله عليه وسلم يعني أمره بخير، فلما اتجه ثمامة وقد حسن إسلامه، والسبب في ذلك أنه دخل المسجد، هذا هو المقصود الشاهد من القصة، كيفاش النبي صلى الله عليه وسلم أذن لمشرك يدخل الجمع، فهذا دليل على أنه لو كانت نجاسته نجاسة حسية ما يدخلش للجمع، فهي نجاسة معنوية أي نجاسة الشرك، واضح؟ والقصة باش ناخذ الفائدة منها أنه علاش سجنوا ولا حبسوا في الجمع، باش يشوف الصحابة ويشوف أخلاق المسلمين، يشوف الصلاة، يشوف أش كيديروا المسلمين، يشوف العربي مع الحدشي مع الغني مع الفقير مجموعين تيصليو مع بعضياتهم، ما كانش الفرق بين القرشي الهاشمي وبين المولى او العبد او الخادم، كانه بغى يوريه الاسلام كيفاش كيطبق، ما بغاش يعطيه النظري، بغى يعطيه التطبيقي. فلذلك اضطر هذا في ثمامة هو سيد من سادات نجد. فلما مشى لمكة بقى كيقول لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك، على الطريقة الإسلامية. فلما سمعوا المشركين قالوا أنت كتلبي كما يلبي الصابي، كيقصدوا به النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه كيزعم أنه ترك دينه، فقاموا ينادوا يضربوه. فقال أحدهم وإياكم تقيسوا، هذا راه من اليمامة، وأنتم الماكلة ديالكم كتجي من تما، الشعير والقمح والفارينة كتجي من اليمامة، تضربوه غادي يحبس عليكم الروبين، غيسد عليكم الماكلة. وبالفعل قال والله العظيم وخلق سوء لا تصلكم حبة حنطة من اليمامة حتى يأذن فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم. فحبس عنه
لأنه سيد من سادة اليمامة المونة والميرة، حتى كادوا يموتون من الجوع. فذهب المشركون إلى من؟ إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبينتهم الحروب. قال أنت الدين ديالتي يدعو إلى صلة الأرحام وعدم قطع الأرحام، وها هو ثم مر على المكلة. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يمسك عنهم وأن يعني أن يوقف الحصار. هذا هو أول حصار اقتصادي في الإسلام، الحصار الاقتصادي. الشاهد ماذا؟ أن الطهور أو الطهارة المعنوية والطهارة حسية. لهذا اختلف الفقهاء حكم اللي ماشي موضي يسمى موضيش، واش يقيس المصحف ولا لا؟ واضح؟ جمهور الفقهاء يقول لك الإنسان خاص يتوضا عاد يقيس المصحف، هذه من آداب الإسلام. لكن دابا نهضروا على واش واجب ولا ماشي واجب. فاللي قالوا أنه لا يجوز قيس المصحف ولا نقرأ المصحف وحنا ماشي موضين، استدلوا بقول الله عز وجل لا يمسه إلا مطهرون. واضح؟ وقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يمس المصحف إلا طاهر، الحديث. فقالوا هذا ظاهر الحديث أو ظاهر الآية على أن المصحف خص تكون طاهر، طهارة حسية. جاو بعض المحققين وقالوا الطهارة اللي في الآية تاع سورة الواقعة المقصود بها الملائكة، الله تعالى تكلم على الملائكة، أي الملائكة هم الذين يمسونه. واضح؟ كقول الله تبارك وتعالى في قوله سبحانه وتعالى سبحان في الآية التي فيها أبحث عن الآية بشكل من العقل ديالي، كلا إنها تذكرة فمن شاء ذكره في صحف مكرمة مرفوعة مطهرة بأيدي سفرة لهما الملائكة كرام بررة. فقالوا أن هذا هو المعنى في الآية لا يمسه إلا مطهرون، أي أن هذه الصحف أو هذا الكتاب الكريم وفي أيدي السفرة الكرام البررة، يعني الله قال قبلها في لوح محفوظ. فالمقصود هنا ماذا؟ أنه في أيدي السفرة الكرام البررة. وقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يمس المصحف إلا طاهر، أي مؤمن، لا يمسه إلا مؤمن، يعني الطهارة المعنوية ماشي الطهارة الحسية. الدليل أن أبو هريرة واحد النهار شاف النبي صلى الله عليه وسلم وبعد منه قال ليه فين غادي أبو هريرة؟ قال له أنا كنت جنبا وحشمت نجلس معك، نسي كنت، قال له كنت نجس أو كذا. قال له المؤمن لا ينجس، المؤمن لا ينجس، المؤمن طاهر، يعني واخا هو على جنابة ما كيتسماش نجس، إنما نجست نجاسة معنوية ماشي حسية. كنهضرو هنا على الحكم، يعني هو عنده نجاسة اللي هي معنوية ديال أنه خص يغتسل باش يقدر يصلي، وإلا فهو ليس بنجس نجاسة الكفار والعياذ بالله. هذا فقط فيما يتعلق قضية مسألة الطهورية. فالطهور أو الطهور شطر الإيمان، والحمد لله تملأ الميزان. الحمد لله، الحمد ما هو الحمد؟ الحمد هو الثناء على الله عز وجل، الثناء على الله على الجميل، النعم ديال الله تبارك وتعالى، على الجميل الاختياري، والإذعان لله، والرضا بقضاء الله سبحانه وتعالى. هذا هو المعنى ديال الحمد. الحمد لله تملأ الميزان، الميزان حقيقي، الميزان هو حقيقي ماشي معنوي، عنده جوج ديال الكفات وعنده اللسان ديالو كيتوزنوا فيه الأعمال، وكيتوزنوا فيه ماذا؟ كيتوزنوا فيه الأشخاص. واضح؟ وكيوزنوا فيه ماذا؟ الحسنات والسيئات، والأحاديث في هذا كثيرة جدا. وهذا معتقد أهل السنة والجماعة، أن الميزان حق، الميزان حق، والحوض حق، والصراط حق، حقيقة موجود، ماشي شي حاجة خيالية ولا معنوية. فبالتالي الميزان موجود، وهذاك الميزان غيوزن كما قال سبحانه وتعالى في سورة فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. واضح؟ وهو ميزان وموازين، كاين ميزان وكاين عاوتاني موازين كما قال عز وجل ونضع الموازين القسط، اي هي كمجموعة موازين. وفي الحديث يوزن، يعني قال لك يوضع الكافر يوم القيامة في الميزان فلا يزن عند الله جناح بعوضة، وهو سمين الكافر، يوضع او يوزن الكافر، الكافر مشرك
في الميزان في الكفة ديال الميزان، فلا يزن عند الله جناح بعوضة، يعني ما لأن أعماله ما كتوزن شيء. فالحمد لله تملأ الميزان، تملأ الميزان. وسبحان الله والحمد لله، سبحان الله كتنزه الله عز وجل، بمعنى كتقول حاشا لله تعالى يكون عنده العيب ولا يكون في كلامه اللغو ولا العبث، كتنزه الله عز وجل من النقص. فالله تعالى كامل، عنده صفات الكمال وعنده صفات الجمال وعنده صفات الجلال سبحانه وتعالى، ما فيش العيب لا في الأسماء ديالو لا في الصفات ديالو لا في الأحكام ديالو لا في الأفعال ديالو سبحانه وتعالى. حتى شي سمية من أسماء الله عز وجل فيها العيب، قال سبحانه وتعالى ولله الأسماء الحسنى، أي بلغت في الحسن الغاية وبلغت في الجمال الغاية، جميلة وحسنة وحسنى على وزن فعلى. كذلك الصفة ديال الله سبحانه وتعالى، قال سبحانه وتعالى للذين لا يؤمنون بالآخرة مثل، صفته مثل السوء، ولله المثل الأعلى أي الصفة العليا سبحانه تعالى وهو العزيز الحكيم. كذلك يقول الأفعال ديال الله تعالى مثل العبث، أسماء ديالو الصفة ديالو الأحكام ديالو، حكم الله تبارك وتعالى ما فيش العيب ولا النقص. أليس الله بأحكم الحاكمين؟ بلى. أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون؟ إذن الله عز وجل حاشا تبارك وتعالى العيب. هذا هو معنى سبحان الله، ليس ما معنى سبحان الله قول لي هذه الهضرة. الله تعالى منزه عن العيب في كل شيء، تقدس في علي سماه. الحمد لله تملأ الميزان، سبحان الله والحمد لله تملأ وتملأان ما بين السماوات والأرض. وحنا العبارة كنقولوها حنا بعض العلماء يقولوا منزل، كنقول الحمد لله الذي لا يحمد على مكروه سواه، كنسمعوها كنقولوها بعض المرات، الحمد لله الذي لا يحمد على مكروه سواه. النبي ما كانش كيقول هذه الهضرة، كان كيقول الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، هذه أفضل. أما لما كنقول الحمد لله الذي لا يحمد على مكروه سواه، بحيلة تمزيو داك الشيء اللي جالك راه ضرك بزاف وكتقولها بزز منك. فاللهم تقول الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. أما يقول لا يحمد على مكروه سوى شي حاجة ضراتك وقاسك وما عندكش الصبر، فكتوصف داك الشيء بأنه مكروه. ولذلك خصنا نتأدبوا مع الله عز وجل حتى فاش كنسبوا لي شي حاجة ما عجبتنا شيء. الله كنقولوا في الدعاء والشر ليس إليك، ما نسبوش الله الشر. اش قال الله تعالى في سورة الجن؟ شوف كيفاش الله تيحكي لنا الجن شنو تيقولوا، الجن تيعرفوا يهضروا، المؤمنين تيعرفوا يهضروا. اش قالوا؟ قالوا وإنا لا ندري أشر أريد بمن في الأرض. يعني لما ذكروا الشر أشنو قالوا؟ ما قالوش وإنا لا ندري أن الله أراد الشر، قال وإنا لا ندري أشر أريد. أريد هنا هذا مبني لما لا يسمى فاعله، ما تذكر شيء الفاعل يسمى المبني مجهول. شرب الكأس فتح الباب، هنا ما عندناش هنا الفاعل، هنا نائب الفاعل اللي عندنا، ما عرفناش شكون اللي فتح الباب، ما عرفناش شكون اللي شرب الماء، واضح؟ فهما لما ذكروا الجن، لما ذكروا الشر، قالوا لا ندري أشر والشر أريد بمن في الأرض، ولما بغى يذكروا الرشد، الرشد وهو الخير، أم أراد بهم ربهم رشدا، أراد هذا فعل ماذا؟ فعل ماضي، والفاعل هو الله عز وجل اسم الجلالة، أم أراد بهم ربهم. ربهم هذا هو فاعل، واضح؟ فبالتالي ماذا؟ دائما خصنا نتأدبوا فاش نهضروا يعني على أحكام الله وأفعال الله سبحانه وتعالى. قال والصلاة نور، نور للعبد في حياته، في قلبه، في وجهه، في قبره، في القبر الصلاة نور، في الحشر يوم القيامة يوم يحشر الناس الصلاة نور، النور كما قال النبي صلى الله عليه وسلم من حفظ عليها كانت له نورا وبرهانا يوم القيامة، ومن لم يحافظ عليها لم تكن له لا نورا ولا برهانا ولا نجاة يوم القيامة، وحشر مع فرعون وهامان وقارون وأبي بن خلف. إذا الصلاة نور والصدقة برهان، صدقة برهان أي دليل، دليل على ماذا؟ على الإيمان، لكي يصدق بالكلمة الحسنة وبالمال وبالوقت وبالمعاونة وبأي حاجة كتدخل الصدقة، حتى تبسمك في وجه يديك صدقة برهان على صدق إيمان صاحبها، واضح؟ قال والصدقة برهان والصبر ضياء، الصبر ضياء. فالصلاة نور، ذكر النور،
وهنا في الصبر ذكر الضياء والنور والضياء، الفرق بينهما أن الضياء فيه الحرارة، الضياء فيه معنى الحرارة، أي أن الصبر كينور لك وفي نفس الوقت كتحس بالحرارة ديال داك الألم ربما اللي كتحس به، لأن الصبر كتعيا كتكرفس ولكن على الأقل كتعرف الطريق، الطريق اللي أنت غادي فيه. فبالتالي ماذا؟ الصبر ضياء، والقرآن حجة لك أمام الله عز وجل إلى عملت الأوامر ديالو، أو عليك إلى ما عملت شيء به. كل الناس يغدو، أي الناس كلها في طريقها إلى الله. أش قال عز وجل؟ يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا، الكدح هو التعب، السفر. كل الناس يغدو فبائع نفسه، تبيع نفسك لله أو تبيع نفسك للشيطان. فإذا بعت نفسك لله عز وجل فأنت قد أعتقت نفسك فمعتقها أو موبقها مهلكها، مهلكها إذا بعت نفسك والعياذ بالله للأماني والشيطان والهوى والعياذ بالله. هذا باختصار الشريف هذا الحديث، نكتفي بهذا القدر. نسأل الله عز وجل أن ينفعنا بما سمعنا. اللهم آت نفوسنا تقواها، زكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم اهدنا واهد بنا واجعلنا سببا لنهتدى. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. جزاكم الله خيرا.